الرجل المسلم سوف يدخل جهنم لأنه ليش بالمعاصي عنده مثل ما قلنا ربا وهيك وهيك وهيك. فيقول الله في حديث القدسي: يا ملائكتي خذوه خذوه يا ملائكتي ومن عذابي فأذيقوه، اشتد عذابي على من قل حياه مني ما عبدني في الدنيا يا ملائكتي، وسوف يعذب عذابا لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. هذا المسلم الذي لم يشرك بربه. طبعا إذا أشرك خلاص ما في، لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذا كنت حجج 500 حجة ومسوي 500 عمرة ومشرك بالله تبارك وتعالى بالعبادة، الله تبارك وتعالى ما بده يقبل كل هذه العبادات كلهم. ليش؟ لأنه شرك. الشرك جاي من الشركة هذه، لأن ربنا تبارك وتعالى ليس له شريكا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التي لم يشرك بربه تبارك وتعالى سوف يعذب وبعدين يدخل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر الذي كفر بربه، الذي ما آمن بربه حق إيمانه، يخلد في جهنم، يخلد ويحترق ويقلب كما يقلب الخروف في نار جهنم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بعدين إيش؟ بعد يعني ما فات الأوان، ما في يعني رجوع، ما في في الدنيا إلا ما قال ربنا تبارك وتعالى: سوف تعذبون وتردون إلى عذاب أليم. نعم، من شدة العذاب ترى المجرمين، ترى الكافرون يصطرخون وينادون. قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا يا ربنا نعمل صالحا. يا الله، ما عينت على أبوي وأمي يا ربي، ما عبدتك يا ربي، عندي معاصي يا ربي، أرجعني يا الله. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بيقولون: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير. مثل ما قلنا بيقولون: أصلا أنتم في يعني كنتم في الدنيا وجاءكم النذير وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تؤمنوا؟ ما في حجة. بعدين هو بيقول: فما للظالمين من نصير، ما في رجوع، ما في شفاعة، لا ملائكة مقرب ولا نبي مرسل يشفع لهم يوم القيامة. نعم يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: أنا الملك. يا دنيا أين أشجارك؟ يا دنيا أين سكانك؟ يا دنيا أين جبالك؟ أين عمارك يا دنيا؟ أين الذي كانوا يأكلون من خيري ويعبدون غيري يا دنيا؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الظالمون؟ أين المشركون؟ أين فرعون؟ أين نمرود؟ أين هامان؟ أين؟ صوت ما في. طب الإبرة بيطلع لحيز. لمن الملك اليوم بيقول؟ لمن الملك اليوم؟ سكوت، اسمع مرة تانية. لمن الملك اليوم؟ بيعيدها ثلاث مرات عند المافي حس. بده يقول: لله الواحد القهار، وسوف يحاسبون حسابا أما يسيرا وأما عسيرا يا عباد الله. نعم.